وانا مين معايا ومين ضدي؟ مين بيحبني ومين بيكرهني يا امه؟ انا بحبك يا حبيبي، ده انت قلبي ونين عيني. ماما روان كان كده وانت كان ليكي غيره. عايزه مننا ايه؟ عايزه ايه يا امه؟ اقول لك انا حامل المفروض كنت اعمله من زمان. يا مري انت رايح فين؟ حاجه المروان وكده كده ميت يامه، بعدين يبقى خلصنا من هم، ولما يموت كل حاجه هتبقى في يدي ويدك. انت اتجننت يا حسن؟ تقتل اخوك؟ انت قتلتيه يا امه وهو لسه عايش. انا مش هعمل حاجه جديده ولا حاجه انت ما عملتهاش يا جبريه. انا هخلصك من مروان وهتدخل البيت الكبير وتقعدي وتتربعي، تاخد الارض والمال وتطلعي كريمه بره وتبهدلي بنات عبد الله. مش كده وبس، لا، خليكي ترمي فوزية وجوزها بره البلد كلها، ومحدش هيقول لك تلت التلاتة كام. انتوا عايزين مننا ايه؟ عايزين تشوفونا بناكلوا بعض؟ عايزين تشوفونا بننهشوا في لحم بعض؟ لا يا حسن، عايزك تفوق وتعرف ان هي الدنيا بقت كده، يا غالب يا مغلوب، يا قاتل يا مقتول. ولو فضلت كده الناس هيلعبوا بيك. مروان يما هيرجع. هيرجع. ولا انت فاكر اني كنت هسكت لو انا مش عارفه اخرته ايه؟ هيرجع، وهنفضل انا وانت وهو كبار البلد. بس أنا تعبت يا أمه، تعبت قوي.